مصر بقول لك فش عندنا غير عن طريق البيطرة، ورام الله بتقول لك اسرائيل مش من دول. هذا الاعراض اعراض البقر انصابت من الحمى القلاعيه، هاي من طلعتها من المزرعه على جنب هنا، هذا التطعيه. بس هذول بقول لك فيش ما اسرائيل ما بعتتش، وهذا اسرائيل بيقول لك المرض هذا من مصر، مش عارف القصه ما بتروح للزراعه. ايش ولا؟ حلبت؟ يا عم اللي صار عندنا صارت اصابه في الحمى القلاعيه، هذا اللسان، وبصير التهاب في اللسان وفي الرجلين تاعت البقر. رحنا للبيطرة نجيب الدواء، يطعموها كل سنة بيجوا طعموا. السنة بقول لك فيش دواء. اجوا اخذوا عينات قبل يبعثها على اسرائيل، اخذوا العينات قبل 20 يوم، في ال 20 يوم مات بيجي 17 راس، هذا عندي من مزرعة واحدة، ومزرعة ثانية بيجي 20 راس، ماتوا وصورتوهم انتم بديكم. ورحنا تو على البيطرة بقول لك اسرائيل تبعت لنا الدواء. الدواء هذا من مصر جايكم، المرض هذا من مصر. مش من هنا. واحنا ما محتارين ايش نسوي بين مصر وبين اسرائيل وبين السلطه هنا. وبنجيب دواء باسرائيل بقول تو رحنا على البيطره بتقول لك اسرائيل مش مطعمه الدواء ضد الحمى القلاعيه، وتاع اسرائيل بقول لك مطعمه الدواء هذه اللي انعدت من البقر اللي بتجوها من مصر او الغنم او مش عارف ايش. يعني هي انت واقف تو متصل بده سكينه، هل في اي دين؟ والله بتو بده سكينه هي. عند تركيا والتلفزيونات المصريه والعربيه المحليه. طب